بك يا أبا عبد الله. يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالم، ما خاب والله من تمسك بكم، أمنا من لجأ والتجأ إليكم سادتي. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء أبكي، وهل يشفي البكاء غليلا وقد انتوى عنا الحبيب رحيلا. أبكي وليس من البكاء بد، وإن كان المصاب على القلوب جليلا. أبكي على غصن النمى الشباب، أبكي على غصن النمى في روضة للحاق أذبله المنون ذبولا. أبكي على نجم أنا المغيب أفولا. أبكي فتى فوق الثريا نفسه يلقى الممات ولا دليلا. خرج يطالب بكرامته. أبكي فتى صلبا تكاد تخاله عليا يخيف ولا يخاف قبيلا. أبكي فتى أبكي فتى كان الجميع يعده رجلا، وإن كان الرجال قليلا. صعب علينا أن نرى بدرا هوى ونرى التراب على سناه مهيلا. صعب بأن نجد الذي حمل الهدى أمسى على أعناقنا محمولا. صعب علينا أن يباعد بيننا هذا التراب فلا نراه
جرف شاطئ ما انت لو هاجت
يقصد قبر الجفن للمدى لد مدمعها مالا يا بدر بليل تهدي المهج لو تاهت بظلام يتي يا ابني رضيع هلالا اذا ساعات يا ابني فردتك طالت احس تسحق يا يمه بصدري خيالا زفافك حال يا ابني الحنة جابوها والحنة بدموع الفرحة معجونة شموع المودة الليل علقوها تضوي بنور وجهك يا ابني مفتونة الهلاهل والمباهج كلها علنوها ما ظنوا أبد نحرق يقطعونا يا ابن الناس شمسك يا ابني طفاها قبل يومك شمس ما شفنا مدفونة بعد عينك يا أحمد شل بسنيني أموت انريت بلجم بيك أتلاقى تعالوا شوف حالي واسمعوني يا نور العين يما الونة حراقة عقب خدري ودلال الدنيا تسبيني الستر ثوبي ومحالة توقع فراقة أنشتك يا ابني رياضا وحاجيني عليك الله لجوابك روحي مشتاقة كأني بليلى تقف على ابنها ذلك الشباب العريس بني جاسم كلمني انا امك الولاء عليك خرجت النسوة عندما جاء الامام الحسين بذلك الشباب اخذت تنادي لا تنزلوه نداء رملا فالثرى تصليه وقدا شو نسوي يا رملا لا تنزلوه نداء رملا فالثرى تصليه وقدا والطعن قد جلد القوى فتزيد الرمضاء جلدا مدوا إليه نواظري اعطوا عيوني هي الأم حال لسانها مدوا إليه نواظري والقلب تحت الجرح وسدا طلعت سكينة تجذب الونة خفية تنادي يا جاسم بدلت عرس العزيم من عاينة عريس مخضب بدمه ممدود ما بين اخوته واولاد عمه وشافت ابوها ينتحب ويصيح يمه أكشر عليه وقلب الشهيد حسين ذايب من بجار تنادي يا جاسم ليش متوسد ثرى محسر يا ابن عمي على الدنيا خرت عليهم ما وعبرتها جري تصيح انتحل جسمي يا جاسم من ولينا ما تصيح انتحل جسمي
الملك والملي أنا من شفت عماك لبسك تفصيل الأجفار قلت الولد بيعود من حومة البيت قومي يا سكنة جسام والجسم الذي أبلى مناصرة ونجدى ما كان إلا المجتبى واسما وقائمة وقدرة اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج والنصر والعافية وامنن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيرا ما ننال به سعة من رحمتك اللهم داوي وشافي كل مريض وجريح فك قيد كل أسير وأسيرا رد كل غريب إلى وطنه سالما أرحم شهداءنا الأبرار جماعتي الحاضرين احفظهم في أنفسهم من يلوذ بهم وفقهم لمراضيك جنبهم معاصيك أقض لهم حوائجنا وحوائجهم وحوائج المحتاجين يا رب العالمين ومن اجتمعنا لأجله ولسببه الشهيد السعيد أحمد إسماعيل اللهم إنا نحتسبه عندك في أعلى عليين مع النبي الأكرم وآل بيته الطيبين الطاهرين واخلف على عقبه في الغابرين اللهم انقله من ضيق اللحود والقبور إلى سعة الدور والقصور اللهم صل على محمد وآل محمد وإلى روحه وإلى روح أخيه كذلك وجميع الشهداء والعلماء وموتانا وموتانكم نودي للجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.